السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه على موضوع مهم جدا. التصيد الاحتيالي أو محاكاة الهجوم الخاص بالتصيد الاحتيالي موضوع احنا اتكلمنا عليه بشكل نظري في أكثر من بوست، تناولناه وعرفنا عنه معلومات، عرفنا المنافع بتاعته ايه أنواعه، وقلنا انه ممكن ان احنا نشتغله بإيدينا بشكل عملي علشان المعلومة تثبت عندنا ونتعرف عليه بشكل أكبر. قلنا ان المايكروسوفت اوفيس ديفندر بيتيح ليا بيئه تجريبيه علشان احاكي فيها الهجوم، وتحديدا الهجوم اللي من نوع السوشيال انجينيرنج، لان احنا عارفين ان في اكتر من نوع هجوم، ولكن في انواع موجهه فعليا للبريد او فعليا لليوزر علشان تحصل على البيانات السريه او البيانات الحساسه من خلال البريد الالكتروني. والتدريب على محاكاه الهجوم او الاتاك سيميليتور تريننج بستطيع من خلاله اني اتعرف على مدى قوة السياسات والممارسات اللي بستخدمها في المنظمة بتاعتي، وكمان بتعرف على مدى قوة او مدى استيعاب الموظف او المستخدم، مدى ثقافته في التعرف على الهجمة والتعامل معها. وبقدر كمان من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف اللي عندي اني اوجه الموظف او اوجه المستخدم للتدريب المناسب ليه علشان استطيع أزود وعيه وأقلل التعرض لهجمات اللي من نفس النوع الهجمات اللي أنا اشتغلت عليها في البيئة التجريبية. خلونا ما نتكلمش نظري كتير لأن احنا أعتقد غطينا الموضوع بشكل نظري كويس، خلونا مع بعض نروح نشتغله عملي. أول خطوة احنا لابد إن احنا نروح على المايكروسوفت 365 الأدمن سنتر بتاعي، ومنها بروح على السكيورتي اللي بتحولني على المايكروسوفت اوفيس ديفندر، واللي من خلاله هقدر اشتغل على البيئة التجريبية اللي بستطيع من خلالها محاكاة الهجوم. هنروح مع بعض كده على خيار الاتاك سيميليشن تريننج. هيبدأ هنا يديني اوفر فيو، ايه هو الاتاك سيميليشن، هيعمل لي ايه، بشتغل عليه ازاي. كمان في فيديو هنا بيشرح لك الموضوع بشكل مبسط وسلس. لو رحنا هنا على التابة الثانية اللي هي Simulations، هنبدأ نشوف أي عمليات تمت أو أي محاكاة أو أي بيئة تجريبية حضرتك عملتها قبل كده، فبالتالي هنا بتظهر لك هنا. إحنا علشان دايما بنحب نبدأ الموضوع معاكم من الصفر، فأنا قمت بحذف العمليات اللي عملتها قبل كده علشان نفهم هو الموضوع بيتم إزاي من البداية. زي ما قلنا بنتوجه للاتاك سيميليشن تريننج، ومن عمليات السيميليشن هبدا اقول له لو سمحت انا محتاج الانش سيميليشن جديد. هنا هيبدا يعرض عليا مجموعه من التقنيات المختلفه، تقريبا كلها بتقع تحت مسمى التصيد الاحتيالي الموجه عبر البريد الالكتروني زي ما قلنا، ولكن طبعا احنا اتكلمنا عليها قبل كده، ولكن يعني بشكل سريع كده خلينا نفرق ما بينها. اول نوع اللي هو الكونفنشن هارفست، ده نوع بيعتمد على انه بيحصل على بيانات الدخول من خلال رابط مزيف بيبعته لحضرتك في بريد، يعني بيديلك مسج كده، المسج دي عبارة عن لينك، وبيطلب منك والله بيقولك مثلا انه الباسورد بتاعتك انتهت، انه لازم تعمل ابديت للانفورميشن بتاعتك، لازم مش عارف ايه، بيوهمك ان في حاجة مهمة لازم حضرتك تقوم بيها من خلال الرابط ده. بمجرد ما بتضغط على الرابط ده بيوصلك لصفحة مزيفة بتقدر أو بيستطيع المهاجم من خلالها الحصول على بيانات الاعتماد بتاعتك بكل بساطة وسهولة. تاني نوع من أنواع الهجوم أو من أنواع محاكاة الهجوم هو المالوير اتاشمنت. المالوير اتاشمنت يا شباب هو من اسمه كده عبارة عن اتاشمنت بيجي لك على البريد مرفق، غالبا بيبقى في المرفق ده برنامج او ابلكيشن من نوع الماكرو. اول ما حضرتك تفتح المرفق تضغط على الماكرو ده بيبدا يرن في الباك جراوند او بيشتغل في الخلفيه من غير حضرتك ما تشوف اي حاجه. هو بيعمل ايه؟ هو بيروح ينستول ابلكيشن، بيتمكن بعد كده الاتاكر او المهاجم من خلال الابلكيشن اللي تم تثبيته على جهازك ده انه يصل لبيانات الاعتماد او بيوصل للكمبيوتر عندك، ويبدا بقى يمارس هواياته، يمارس شغله الاساسي اللي هو اساسا داخل عشانه. النوع الثالث اللينك ان اتاشمنت، تقريبا في شبه بين النوع او في شبه بين النوعين دول، ولكن هنا
مجرد ان هو بيبعت لك لينك موجود في المرفق، مش ابلكيشن بقى، مش مايكرو، لا ده هو لينك موجود في المرفق، مجرد ما يتم الضغط عليه بيحيل المستخدم او اليوزر لصفحه بيوهمه ان هي صفحه حقيقيه بنفس الاعدادات بنفس الشكل بنفس الديزاين، وبيطلب منه بقى الريسيت باسورد مثلا، او بيطلب منه ابديت الانفورميشن بتاعته وات ايفر. ولكن بمجرد ما بيقوم المستخدم بملء البيانات بتاعته، هو اصلا بيبقى بيروح يرسلها مباشره للمهاجم، وبالتالي هنا بستطيع ان انا اقدر يعني احصل عليها. النوع اللي بعد كده هو الدرايف باي يو ار ال، تقريبا برضو شبيه بالثلاثه دول، ولكن هنا بيتم استنساخ موقع حقيقي فعلا، بيتم عمل موقع مشابه تماما لمواقع غالبا ان حضرتك بتزورها بكثره. يعني انا شخصيا مثلا اللينكد ان بزوره بشكل شبه يومي مثلا، فبالتالي يروح باعت لي صفحه طبق الاصل من صفحات اللينكد ان، على اعتبار ان انا هعمل لوجن وهبدا ادخل بياناتي، فبالتالي هنا هو قدر يحصل على اليوزر نيم والباسورد الخاصه بيا من خلال الموقع الوهمي ده، اللي هو اساسا مستنسخ من موقع حضرتك بتزوره بشكل يعني كبير او بشكل شبه دايم. اخر نوع معانا اللي هو الاوث، بروتوكول الاوث اللي هو بروتوكول اصلا يعني مودرن اوثنتيكيشن بروتوكول. هنا بيتم فيه بقى استهداف مش شخص واحد، لا ده مجموعه كده من المستخدمين دفعه واحده، من خلال ان انا استطيع الوصول لكمبيوتر واحد جوه الشبكه الخاصه بالمؤسسه او الشركه، فبالتالي بمجرد ما بوصل لكمبيوتر واحد انا بستطيع بعد كده اتحكم في اكتر من كمبيوتر عن طريق البروتوكول ده. ليه؟ لان انا استخدمت هنا بروتوكول تحقق، فبالتالي انا هنا انتحلت شخصية واحد من ضمن الشركة، يعني بقى معايا او بقيت انتحل صفة موظف ما. الموظف ده ممكن يكون ليه صلاحيات دخول على سيرفرات، على شير فولدر، على ابلكيشن، فبالتالي انا خدت برضو او استطعت ان انا اوصل لصلاحياته او البيرميشن اللي ممنوحة لي. خلينا نشتغل كده بشكل براكتيكال مع بعض على النوع ده مثلا، ونقول له نيكست. هيبدا هنا يقول لي سمي لي بقى المحاكي ده. والله هقول له انا داخل اعمل تيست، فعلشان بس ما نطولش وقت الفيديو فهقول له نيكست. هنا هيطلب مني اني اختار البيلود لوجن بيج، يعني فئات الصفحات المزيفه او الصفحات اللي هتروح للمستخدم علشان تحصل على البيانات الخاصه بيه. بمعنى هو هنا مصنفها لك على تصنيفات معينه، يعني في الخطوة ديت أنا بحدد الفئة الخاصة بالصفحة اللي هتروح للمستخدم. يعني على سبيل المثال لو أنا عارف مثلا أن الموظف ده بيحب دايما يشتري أونلاين وبتجي له على طول شحنات من مش عارف الدي اتش ال ولا أراميكس ولا، فبالتالي هنا أنا خليني برضو في وأنا بعمل المحاكي ده خليني أستخدم ذكائي أو أستخدم برضو المعلومات اللي انا عارفها على اليوزر. انا قد استهدف المستخدمين الجدد او الموظفين الجدد، اقيس مدى ثقافتهم، قد استهدف القدام اللي انا عارف عنهم معلومات اصلا، فبالتالي ممكن اكون عارف معلومات على موظف ما، والله ده بيحب دايما يشتري من الاونلاين وبشوف ان في شحنات بتجي له الشركه وبيستلمها، فبالتالي هنا هيبقى الموضوع بالنسبه له بسيط، لانه غالبا بيبقى برضه بيوصلوا ايميلات من نفس شركه الشحن ديت، فهو مش هيشك في الكلام ده. فبالتالي هنا لو رحت مثلا اخترت الصفحه ديت، ممكن على فكره اختار اكتر من حاجه، يعني مش شرط ان انا اختار حاجه معينه، ممكن هنا اختار الشيبمنت كونفرميشن، ممكن برضه اختار حاجه زي الاكونت او الاكتف الاكونت، وهقول له نيكست. بعد كده هيبدا يقول لي مين بقى اليوزر اللي حضرتك بتارجت عليهم ان انا اعمل لهم الاختبار اللي احنا شغالين عليه ده. انت ممكن تستخدم الاول يوزر او ممكن تنتقي من المستخدمين بتوعك. فلو قلت له الاول يوزر فهيبدا على طول يروح يختار اليوزر اللي موجود عندك او جميع اليوزرات اللي موجوده عندك او جميع المستخدمين اللي موجوده في المنظمه بتاعتك. لكن لو قلت له هنا انا هنتقي، هيبدا كمان يطلع لك اشياء اخرى ممكن ان انت تحدد من خلالها. والله مثلا انا عايز باي لوكيشن،
عايز اليوزرات اللي بيحتوي على تاجز معينه، عايز سيتي معينه، كانتري معينه، او ان يستخدم بقى انه احدد يوزر بعينه من خلال السيرش بار ده. انا طبعا علشان اشتغل على اليوزر بتاعي انا، فبالتالي هقول له انا بختار اليوزر ده، اقول له نيكست مع بعض. هنا لو كنت استخدمت، او في الخطوه اللي سابقه لو كنت استخدمت الموظفين كلهم او اليوزرز كلهم، فانت ممكن تعمل استبعاد لواحد منهم او لعدد من الموظفين. احنا هنا مش هنستبعد حد. هنا في حاله نجاح، هو بيفترض انه اليوزر هيتعامل مع اللينك اللي هيروح له عن طريق البريد، فبالتالي هنا هيتعرض للهجوم، فبيقترح عليك ان انت بعد نجاح التجربه انه اليوزر ده او المستخدمين دول يروحوا ياخدوا تريننج على الكيس ديت، علشان يفهموا انه النوع من انواع الهجوم ده بيتعامل معاه بواحد اتنين تلاته، علشان نقلل حجم الضرر من خلال التعليم. طيب هنا بيقول لك ان ريكومندد نخلي مايكروسوفت هي اللي تريكومند التريننج ده، ولا حضرتك عندك فعليا كورس حابب ان انت تقترحه على اليوزر؟ بعد كده احنا هنخليه على الديفولت وهنقوله نيكست. هنا هيبدا يقول لك اوكي. في بقى الصفحه الخاصه بالفيشنج او التصيد الاحتيالي، حضرتك يعني في اكتر من صفحه او في اكتر من تمبلت، حضرتك هتختار منهم، كل ده موجود. انت ممكن تقول له والله انا محتاج اختار تمبلت 2 او تمبلت 3، او حتى لو انت عندك تيننت لاندنج بيج، لو انت عندك يعني حاطط ابلكيشن على التيننت بتاعتك وفيها ديزاين معين وحابب تعمله ابلود او حابب ترفعه، مفيش مشاكل في الكلام ده. فاحنا هنا ممكن نختار التمبلت الخاصه باي حاجه، مش مشكله. ونقول له مثلا نحدد له بعد كده اللانجوج اللي هتيجي بيها، وممكن كمان ان انت ترفع كاستمايز لوجو، يعني ممكن تعمل عمليه كاستمايزيشن للصفحه اللي هتوصل لليوزر. هقول له نيكست. هيطلب منك هنا تحديد الاشعارات اللي هتوصل. ممكن حضرتك تقول له انا مش عاوز اي اشعارات تجيني، انا هدخل اشوف على البورتال بنفسي، او اني خلي المايكروسوفت ديفولت نوتيفيكيشن هي اللي تجيني، او اعمل لي كاستم نوتيفيكيشن بنفسي. فبرضه هنخليها على الديفولت، وهبدا هنا اخلي او اشتغل على خيارات تسليم الاشعارات ديت. هنا انت المفروض بتحدد له التايم اللي هترن من خلاله السيميليتور، يعني هيقعد مثلا يومين ثلاثه اسبوع. فهو هنا بيسالك هل النوتيفيكيشن دي توصلك بعد عمليه السيميليتور ما تنتهي، ولا اثناء العمليه، ولا مش عاوز اصلا. فبالتالي هنا هقول له والله اثناء العمليه ديت، واقول له نكست. وهنا في الخطوه الاخيره هو هنا بيسالك على مده بقاء السيميليشن شغال، مدة الأيام أو عدد الأيام. طبعا هو المينيمم يومين والماكسيمم شهر. وهنا هل هتقوم بتشغيله على طول بعد الانتهاء من الخطوات ديت، ولا هتعمل له عملية جدولة؟ فهنا هنخلي السيميليشن ده يشتغل على طول، وهنخلي المدة اللي هي الديفولت زي ما قلنا يومين. وهقول له نيكست، وهقول له هنا سند أو سبميت علشان يبدأ يروح يشتغل. من المفترض دلوقتي ايه اللي هيتم يا شباب؟ من المفترض ان هو هيقوم بارسال رساله فيها لينك او فيها صفحه احتياليه للمستخدم اللي انا اخترته. في حالتنا دي استخدمنا او اخترنا الادمن اللي هو الاكونت بتاعي علشان نجرب عليه. هنا خلاص هيقول لي انه الموضوع تمام، هيبدا في التاريخ ده وهينتهي بعد يومين. هقول له انا ما عنديش مشاكل في الكلام ده، ننتظر مع بعض الرسالة أول ما تيجي. زي ما احنا شايفين وصلتني هي رسالة تقريبا، ما خدتش الموضوع ما خدش تقريبا أقل من دقيقة. لو رحنا كده استعرضنا الرسالة اللي جاياني، هلاقي هنا أنا بتخيل نفسي طبعا اليوزر. أنا طبعا يعني ممكن يكون الأوفر ده شدني على اعتبار إن أنا مهووس مثلا بالشراء والبيع زي ما قلنا، فبالتالي أنا على طول بروح أبريس على اللينك ده، وهو ده المطلوب أصلا، ومش مطلوب منك أكتر من كده. فبالتالي هو بيروح يوجهك على الصفحة اللي بعد كده هتحصل
منك على البيانات اهو بالظبط، بيطلع لك حاجة بالظبط ما فيهاش أي مشاكل خالص، ما فيهاش أي شكوك، ما فيهاش أي حاجة، بيطلب منك البيانات الخاصة بيك. فبالتالي حضرتك بكل بساطة ويسر بتبدأ تقول له والله أنا الإيميل بتاعي أهو. طبعا إحنا بنجرب يا شباب طبعا. الباسورد إيه؟ والله الباسورد بقى طبعا هنألف باسورد يعني خلاص. فخلاص انت كده ايه شايف، هو هنا بيقول لك يعني انت كده حصل لك عملية فيشت، فبالتالي هنا انت محتاج تطلع على او تاخد تريننج علشان يعني العملية دي فعليا بقى في الريال لايف تقدر تتعامل معاها بشكل سليم، تقدر من ان انت تكتشفها بشكل مظبوط وتقلل من العمليات التصيد الاحتيالي او تقلل من عمليات الهجوم او الخطر اللي جاي من خلال البريد الالكتروني. لو رحنا كده بيقترح عليك او مايكروسوفت بتقترح عليك ان انت خلاص انت لازم تاخد تريننج، يعني خلاص الموضوع يتطلب فعلا ان انت تشوف فيديو او تدخل دوره مبسطه كده فهمك يعني ايه التصيد الاحتيالي، يعني ايه السوشيال انجينيرنج، تقدر تتعامل معاه ازاي، الحاجات دي كلها. اتمنى يكون الموضوع واضح مش معقد، ويعني نبدا او فتحنا باب كده للناس على اساس ان هي تتعلم اكتر، تجرب اكتر وتستفيد من الموضوع ده لانه فعليا مهم. انا يحضرني مثلا موقف حصل معايا انا شخصيا، انا جمعت التيم في الخاص بالشركه في مره من المرات وقدرت ان انا احصل على بيانات المانجر. المانجر بالمناسبه ما كانش تكنيكال عشان محدش يقول ازاي مانجر وقدرت ان انت تضحك عليه او ان انت تعمل له عمليه فيشنج. ومش شرط على فكره المانجر يكون تكنيكال، في كتير من الشركات المحترمه مش شرط يكون المانجر بتاعك دارس تكنيكال او جاي حتى من باك جراوند اي تي، هو دارس اداره فبالتالي هو بيدير. قدرت ان انا يعني اعمل له صفحه طبق الاصل من موقع ما، وقدرت ان انا احصل على بياناته طبعا بشكل يعني كان تدريب اصلا، فهو فوجئ تماما ويعني ازاي عملت ده وازاي مش عارف ايه الكلام ده كله، وكنوع من انواع التنبيه، كنوع من انواع التدريب. حضرتك لازم فعليا لو انت بتشتغل على الموضوع ده او في شركه بتعتمد الاوفيس 365 تحديدا يا شباب الاي 5 هو اللي موجود فيه الديفندر، فريكومندد لازم حضرتك بين فتره والتانيه تعمل الرسائل ديت كنوع من انواع التنبيه، كنوع من انواع التدريب، كنوع من انواع قياس مستوى الامان عندك، وان شاء الله انه الموضوع يكون زي ما قلنا بسيط وسهل. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.